ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ مؤخرا بقيت بتسأل سؤال غريب جدا، بتجيب الوقت منين؟ في الفيديو ده هحاول ارد عليه هذا السؤال، ونتكلم على العربيات اللي طالعة او طلعت واللي جاي على القناة. يلا بينا. قبل ما نبتدي العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه، وادخل على انستجرام كمان لو عايز تشوف كواليس التصوير. اولا بجيب الوقت منين؟ انا من نوع الناس اللي بيحبوا يعملوا حاجة اسمها تايم مانجمنت، يعني ان انا ارتب اليوم كويس قوي. اليوم ممكن يبقى طويل جدا وممكن يبقى قصير، ملوش لازمة حسب انت بتضيع وقتك في ايه. اوكي، مبدئيا انا بصحى بدري جدا، 4 4 ونص، 5 ساعات، 6 ده بقى اتأخرت جدا في الصحيان. وبحب ابتدي الاول يوم مع ولادي طارق وكريم، وبعدين بلعب رياضه. دي حاجه مهمه قوي في اليوم، ولو ايه ببقى عايز العب رياضه لانها بتخلي يومي نشيط كله، فبحب دايما ابتدي يومي برياضه. دي حاجه يعني عمرها من يعني من الثوابت، مش بتتغير ابدا، فبتدي نشاط كده معين لليوم مع الاكل الكويس. انا من نوع الناس اللي بيحافظ على اكله، وما بيهمنيش ان انا اعك في الاكل، انا منظم جدا في اكلي. واعتقد الاكل كمان واحدة من الحاجات اللي بتأثر على مستوى طاقة البني ادم. تمام، انا بحب اكل ما يسمى الاكل النظيف، اللي هو مفيش نشويات كتيرة قوي، او مفيش سكريات بالذات، ممكن وسط النهار سناك يعني، حاجات زي دي، وكلها بتبقى ايه، بتحافظ على مستوى طاقتك. انا من نوع الناس اللي عنده القناعة ان انت لما بتصحى بدري نشاطك العام بيبقى اعلى عن ما تصحى متأخر وبعدين تبتدي تفوق على اخر الليل. انا بالعكس، انا بطفي يعني البطارية بتقطع على 10:30 11. لو معاك باتري باك ممثلة في مثلا في انرجي درينك، زي اسمهم ايه اللي هما يعطيك جوانح، اعلان بحبه جدا، ممكن اكمل بس هتضرب تاني يوم، يعني تاني يوم ههنج. اوكي، عندي اعمالي الخاصة من اول يوم، ولحد كبير الاعمال الخاصة دي بقت مسستمة نفسها، الناس اللي فيها كبروا بقوا مسؤولين، وما زلت مسيطر، يعني مش ان انا فاقد السيطرة عليها، ولكن بقى عندي وقت اكتر. وطول عمري بقول اوكي، طب انا بحب قوي العربيات، وكان نفسي اعمل قناة في حب العربيات. وهي فعلا ابتدت كده، هي ابتدت بنكتة يعني لحد كبير على عربيتي الشخصيه. ده كان اول ريفيو، ما كانش حد يعرف ايه هي، وجت في دماغي طب ما نعمل ريفيو للعربيه. لكن اول ريفيو رسمي اتعمل كان في فبراير، فالقناه حاليا داخله في سنه وست اشهر، داخله سنه وخمس اشهر بالظبط. برضو ما زلت بعمل كل حاجه بنفسي، من الايديتنج للتصوير على قد ما اقدر، يعني ما استعنتش بحد غير يمكن مره واحده بس في فيديو واحد بس. واتعلمت كتير جدا جدا الحقيقه، اتعلمت كتير جدا في الايديتنج. انا الخلفيه بتاعتي انا مهندس الكترونكس واتصالات، والميجر بتاعي كمبيوترز، وعندي حته الميكانيكال انجينيرنج برضو اشتغلت فيها كتير، واشتغلت فيها بايدي كتير من اول زي ما قلت لكم قبل كده، بس افكركم برضو يعني السمكره والدوكو، اشتغلت تسقيط مواتير، اشتغلت تيونينج اي سي يوز، اشتغلت قبل ما يبقوا توربو، قبل ما يبقوا سهلين يعني، وحاجات كتيرة قوي اشتغلت فيها بإيدي كتير قوي من وانا صغير، ومن وانا افتكر ان انا طول عمري ايه احب يعني ارجع الحاجة لأصلها، و يعني بحب شغل الإيد كمان. وطبعا بحب الحاجات المواتير، بحب الحاجة الميكانيكية. فطول عمري بقول ايه، طب ما اعمل حاجة انا بحبها قوي وتبقى، ولو اتقلبت شغلانة يا سلام، دي تبقى حاجة لذيذة جدا. طبعا هي حاليا ما هياش مصدر دخل يعتمد عليه في أي شكل أو صورة. في عندي سبونسرز مش عربيات زي ما اتفقنا، لأن ده السيستم بتاعي، ولكن مش هو ده اللي يدخل ولادي المدارس يعني. أوكي، هم البيزنسز بتاعتي هي اللي ما زالت مسؤولة، فبدلها وقتها وكله، ولكن اللي ماسكينها زي ما قلت لكم ناس محترمة جدا وهايلة جدا، وبعتمد عليهم جامد جدا. بس فاليوم ساعات فعلا مبقاش عندي وقت كفايه، وببتدي دايما التصوير بدري عشان اخلصه وبعد كده انتبه ليومي. لكن اليوم الطبيعي ان انا بصحى بدري جدا، بشوف ولادي اول لما يصحوا،
العب رياضه، ارجع اظبط حالي، انزل اصور فيديو او اتنين. وبحب جدا الناس اللي تحترم مواعيدها، عشان انا وقتي اصبح تقريبا مجنون، مفيش رفه ان انا اضيع فيه حاجات كتيره قوي. وبس بخلص الفيديوز دول، وعلى اخر الليل من 7 ببتدي، بعد ما اكون خلصت الشغل العادي ببتدي من 7 ابتدي اعمل الاديتنج بتاع الفيديوز. وانا من نوع الناس اللي بيحب النظام والدقه، وان انا ابقى منظم وقتي كويس جدا. فكمان بعمل حاجه اسمها بافرنج. يعني ايه بافرنج؟ ان انا مثلا اصور كذا عربيه، وبعدين ارجع ابتدي افرغ الفيديوز واعملهم واعمل لهم الاديتنج. طبعا الاديتنج بياخد وقت كتير جدا. لو اقول لكم مثلا العربيات الكبيره، اللي هي العربيات اللي فيها 3 صفوف ركاب، بتبقى فظيعه، ممكن اصور في 2.5 ساعة 3 والاديتنج ممكن 4 ل5. طبعا انا برضو اتحسنت في الاديتنج بتاعي، الاديتنج سكيلز على بريمير. اللي بيسال بس اعمل بريمير برو، انا راجل ويندوز طول عمري، لانه ده مناسب لشغل الاي تي. ابل ما ينفعش في الاي تي قوي، دي اسباب بقى نتكلم فيها في حلقه تانية ممكن طبعا اكيد، بس انا بحب ويندوز ك ك ك يعني ك يونيفرس زي ما بيقولوا. وبس ف الاديتنج بياخد ممكن وقت طويل جدا. حتى الفيديوز اللي انتوا بتشوفوها، اللي هي مثلا تبقى تجارب السواقه والتسارع، دي اقل حاجه 2 ساعة اديتنج، اقل حاجه بياخد وقت كتير، لان بتسمع وتعيد وتسمع وتعيد. في النهايه ممكن اقول لكم ملحوظه انا متاكد منها، ان انا ما بطقش لا صوتي ولا شكلي. يعني لو ايه ده، يا انت جيت انت جيت يا رمضان، هي كده بالظبط. ولكن بحاول اعمي الحواس بتاعتي تجاه شكلي. طبعا الحاجه اللي دايما بتبسطني، انه كتير من التجارب مع الناس بتبقى 99% بتبقى تجارب جميله، بقابل ألذ ناس، وبحس ان مصر بخيرها لسه بجد. انا جزء كبير من حياتي عشته بره مصر، ولكن بشوف بجد ناس جميله باشكالها واطيافها كلها. طيب بالنسبه للعربيات اللي جايه، الكورسا انا حاولت اكلم منصور عشان اصورها لكم، ما ردوش عليا، غالبا شكلها كده بعد العيد، او يمكن ما اعرفش هتصرف ازاي. العربيات بتاعت هافال جريت وول، سور الصين العظيم، او الحائط الكبير جريت وول او العظيم، العربيتين دول هصورهم يوم الحد. ده هيبقى انتحار ماراثون. الجوليان ولا الجويل، مش عارف انطق اسمها ملخبط لي شويه عشان الكتابه غير النطق، فلسه ما بحثتش النطق بتاع الاسم ها يعني، بس انا عارف فهمت معنى الكلمه ايه. معناها الحب الجديد، ليه علاقه بالحب كده، او حاجه كده رومانسيه قوي. ده غير اصلا انه عندهم ما يسمى بسلوجن، الشعار بتاعهم او الكلمه بتاعتهم، اللي بيسموا التصميم بتاعهم اورينتال فيوتشرزم، عشان دي واحده من الحاجات برضو اللي علقت في دماغي. اورينتال فيوتشرزم، الشرقيه المستقبليه، مش فاهم ده معناه ايه. عربيتهم شكلها حلو زي كل عربيات الصيني، بيصرفوا عليها جامد ومطلعين من جوه. انا بصيت على واحده، بصيت عليهم هما الاثنين من جوه، مبهرين يعني، بيحطوا شاشات قد كده، وكلها شاشات على فكره سامسونج، عشان بس اللي بتسالوا يعني، هو بيستعملوا شاشات غاليه زي مثلا اللي بتستعملها مرسيدس، نقائها عالي جدا ورهيبه من جوه. فدول هصور لهم لكم الحد. في عربيات كتيره جايه جدا للقناه ما بتخلص، الحمد لله يعني، البركه فيكم انتوا. دايما حاجه بتبسطني جدا ان انا يبقى دايما عندي محتوى احاول احسنه، احاول اخلي ارفع عنكم لو قدرت يعني. نيجي نتكلم على الفيديو بتاع الجتة. الجتة دي انا كنت عامل الريفيو، كنت مصور قبلها عربيتين في الشمس في الحر، وكنت بنصهر فعليا. شوفوا انتوا عارفين، شايفين فرق اللون، ده فرق اللون من التصوير. قاعد بنصهر فعليا، وجم كده يعني كانوا مستنيني، وسابوا عليا ان هم كانوا مستنيني كل ده، بس كانوا جايين من غير ميعاد، وقالوا طب ما تعمل العربيه دي، ما تعمل العربيه دي. عملتها، بس كنت خلاص تعبان وكده، ويجي لي ضربه شمس بجد مش هزار، ما بقاش شارب ميه، ما بقاش عامل حاجه، واقف في الشمس وخلاص تمام. واني اكتشف ان العربيه تقريبا ما فيهاش عجل، فاحبطت شويه. لكن انا عارف بيبان على وشي، كنت مرهق اكتر من مقروف. كلكم كنت قلت مقروف، لا ما بقاش مقروف، بالعكس. الشباب على فكره اللي جابوا العربيه زي الورد، فل شباب
عظام مهندسين كلهم كمان، معلش مهندسين مع بعض. فبالعكس الشباب عامله مجهود كبير جدا، بس احبطت شويه من العجل، وكنت فعلا عايز اوصل لهم الرساله، لا انت خطر ان انت تسوق العربيه دي من غير ما تغيروا الكاوتش، لانه خطر على ارواحكم كمان. يعني بتبقوا عارفين الكاوتش ده بيتاكل، فهي مره على مره على مره، طب المره الجايه هيحصل فيها ايه؟ تفقد السيطره على العربيه بالذات انها يعني عايزه تفرك وعايزه تجري. ف ما كنتش متضايق قد ما كنت تعبان قوي، مجهد قوي. وانا من نوع الناس اللي هو لما ابتدي يجهد بيبان عليه بقى ايه، ان هو ايه خلاص نفسه قصر ويعني ما عندوش طولة البال. بس حبيت اشرح لكم القصه بجيب وقت منين. مش سهل، ساعات بتبقى في ايام اشغالي كلها بتضرب على بعض خالص، وببقى خلاص قربت اتجنن، وكل حاجه زي ما اقوله انا بقول عليها لفظ، يعني الستيريو ضرب بقى، اللي هو ده ضرب وده ضرب وده ضرب، وانا بعمل 50 حاجه. بيعدوا، ده اللي اقدر اقوله لكم، بيعدوا. بس النصيحه اللي عايز يعني يعمل كده، اصحى بدري، صحيان بدري، وان تعيش حياه صحيه بيبقى حلو ليك وكمان لحواليك. خلاص، بس لو عجبكم الكلام ده اتفرجوا على فيديو تاني. سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.